من مرشحكم لرئاسة الحكومة؟ هل هو رئيس اللائحة فؤاد مخزومي؟ أنا بتمنى لرئاسة الحكومة عم نحكي. بتمنى إنه يرشح حاله لرئاستي، يعني نحن بنرشحه، أنا بيرسونلي برشحه للأستاذ فؤاد. الأستاذ فؤاد عنده سيرة ذاتية بالشغل وبالعمل وعلاقات عامة انترناشونال بكل دول العالم، زلمة نجح بحياته، بلش من الصفر ونجح، إذا اللي بيعرف ينجح بشغله يعني بيعرف ينجح البلد، يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي هي نوز وات إت تيكس تو ميك إت هابن، عرفتي؟ يعني بيقدر يشيلنا من اللي موجود، عنده خطط، مش خطه، خطط انقاذيه لحتى نقدر. يعني مرشحك هو؟ انا بالنسبه لي مرشح الاستاذ مخزومي. انا بزيد شغله على دكتور نبيل نجا مرشحك اولا. ليه؟ اكيد اكيد لحلك ليش. لانه انا قلت لك بالبدايه لما قررت انخرط بهالترشح صراحه يعني تناقشت مع كثير من الناس يلي بيشبهوني. لما قابلت استاذ فؤاد وشفت شو الخطه يلي عارضها وشفت اللائحه، يعني انا ليش اختارني باللائحه؟ لانه كان عم يختار من كل قطاع شخصيه اثبتت نفسها بهذا القطاع. يعني انا مثلا بالصحه في نبيل نجا، بالقانون في اكس واي وزد، بالهندسه، بالصناعه، بالتجاره، بالسياحه. لما شفت المشروع يلي مقدمه يلي هو الملخص تبعه الابستراكت 29 صفحه، فاذا عندنا بعدين معمول المشروع بطريقه بيحط الاشكاليه وبيقول الحلول وكيف طريقه تنفيذ الحلول، لانه مش بس مهم نطرح اشكاليات وشعارات كبيره، بدنا نحط اليات تنفيذ، وهالاليات تبدا بتدرج. طبعا ما فينا دغري ننقذ البلد ونعمل خطه اقتصاديه بسنه ترجع الكهرباء والاقتصاد والدولار وما بعرف شو، ولكن اهم نقطه بدي زيدها على اللي قالته زينه، هذا الرجل لم ينخرط بالسلطه وكل مصالحه الشخصيه هي خارج لبنان. يعني نحن بدنا واحد من خارج المنظومه، يعني ما بتعتبره من كان لو يعني داخل مجلس النواب خلص مين ما فات كلهم، يعني كلهم سلطه كلهم. لا انت حضرتك بتعرفي انه يلي اذا كان في نائب لوحده بمجلس النواب وللاسف ما بيقدر يغير، ولما بيطرح قوانين ببعض الاحيان ممكن يعرقلوا له اياها كثير، لان طرح عشرات القوانين استاذ فؤاد وطرح العديد من المساءلات. يعني في كتير ناس حاول يسائلهم إن كان وزراء أو رؤساء لجان نيابية إلى آخره، وللأسف الإيد لوحدة ما بتزقف. ولهيك استاذ فؤاد بهالحملة هيدي كلنا عطينا الفرص لحتى نقدر نطلع على الرأي العام، ولحتى يعرفنا أكثر عن قرب الرأي العام ليعرفوا أنه في عنا خطة متكاملة لإنقاذ الوطن. أنا بس بوافق الرأي على كل اللي قاله، وبدي زيد على اللي قلتي حضرتك انه كلهم يعني كلهم على المحاسبة. يعني خلينا نكون واعيين شوي، الكلهم يعني كلهم على المحاسبة، وإذا في حدا بيلاقوا عليه ذرة شيء عامله من فساد لكل شيء على المحاسبة. طيب بموضوع المحاسبة اليوم قديش عندكم ثقة انه فعلا الناس حتحاسب بهذه الانتخابات؟ الناس حاسبت. هلا اذا بتتعمل استطلاع راي بتحدى واحد يقول عن السلطه انه والله اوادم، اذا بتلاقي 1% انا مستعد، بس ولكن ولا اوادم، بس بقول لك هول الموجودين، هول اللي بنعرفهم، هول الحاميين الطائفه، نقول انه على القليله عم بيغيروا المنكر بقلبهم وبلسانهم، لانه هلا صاروا عم يعلنوها. بالاول من فتره ما كنا نقدر نعلنها للعلن انه نحن ضد كذا وضد الفساد وضد الهيدا وبدنا نحاسب يلي سرقوا، كنا ما نسترجي، هلا استرجينا، هلا بالمستقبل كيف بدنا نرجع نحاسبهم؟ هيدي مساله اكيد بدها. بتعتبر الناس رح يتجرؤوا بصندوق الاقتراع انه مثل ما عم بيقول دكتور نجا انه هلا اعلنوا صار في جرأة حتى من بعد 17 تشرين في كثير تابويات انكسرت، يعني تجرؤوا انه يعلنوا اليوم في السوشيال ميديا ناخب رئيس رح يكون على شاشة الجديد عم تحاسبوا كثير مسؤولين وبالملفات وبالعرض وبالكذا، رياض الميسي فاتحها هيك يعني مضبوط. حتى اليوم السوشيال ميديا يعني هو دخل من العوامل الرئيسيه المؤثره رح تكون مزبوط. فعلا الواتسابات اللي عم توصل للناس، يعني في اطار اكبر اليوم اذا فعلا بدنا نحاسب وبدنا نشتغل بتوعيه اكبر. لكن الناس الى اي مدى مراهنين انه الناس حتحاسب؟
لا انا بفتكر بلا رح تحاسب هيها نزلت على الطرقات، يعني بتقولي لي بعد بدهم ياخذوها طائفيه ويهدا الجوع والافلاس ما قالهم لا طائفه ولا لون، يعني على اي اساس؟ بس اذا نزلت الناس وحاسبت مثل ما عم تقولوا انتخبتكم واجا 16 ايار اول القرارات رفع تعرفه الاتصالات رفع الدولار الجمركي، هي رح تتواجهوا فيها دغري، يعني هيدا كان هي الجلسه الانتخابات بتخلص لاحد الخميس، حتكون هي الجلسه المقرر انه تقر كل هدول القصص. طيب شو حتعملوا؟ حيدقوا الناس بوافقكم، شو رح تعملوا؟ بس نانسي بدي اقول لك ما بعرف اذا نحن عارفين حالنا مش جايين على مجلس بسويسرا او بهولندا، اوكي شو حتعملوا؟ جايين على مجلس هون عارفين انه شو رح نعمل، في خطط انقاذيه لنبلش ان كيف نسعف العالم، في خطه دائما بيلتقى خطه. بدي اقول لك شغله، ما في يعني اليوم اللي بيجي بيقول لك جربنا ما خلونا، وين واحد فكر حاله عم تشتغل بالسويد؟ بس كمان انتم عم تقولوا لهم في خطه.